يعني الان مثلا احنا مش في عندنا انظمه تعليمات للوظيفه، في هذا يعني مش في حوادث. هلا قضيه انه احنا يعني العمل اللي انت بتاديه بتاخذ اجر مقابله، احنا متفقين احنا وياك جدا وبنقدر وبنثمن دور عمال الوطن ودورهم في يعني ابراز جماليه المدينه ومشهدها وجهودهم في مجال تعزيز النظافه اللي هي عنوان لعاصمتنا النظيفه منذ فتره طويله، احنا بنخبر الحياة. الان عمال الوطن بالذات هم يعني رواتبهم حسب انظمه وتعليمات خلال الخمس سنوات الماضيه كثير صار لهم امتيازات جديده وكثير اتفتحت على رواتب وكذا. الان اذا الاخ مثلا بيعاني معاناه ثانيه، احنا عندنا شيء يتعلق بالراتب، عندهم نظام حوافز، عندهم نظام عمل اضافي، عندهم نظام تامين صحي. ما حدا بيقدر ينكر انه عامل النظافه يمكن شمول الزيادات المشموله بالفتره الاخيره 80 دينار و120 دينار.